ما نزال نتابع في الركن المعنوي للجريمة، وكنا قد بحثنا في المحاضرة السابقة القصد. ننتقل إلى الصورة الثانية في الركن المعنوي وهو الخطأ. طبعا الخطأ لا يمكن أن يتم تصوره في كثير من الجرائم، لا سيما في جرائم الأموال. أما في جرائم الأشخاص ولا سيما القتل والإيذاء، فإن الخطأ ممكن أن يكون موجودا. فالخطأ هو الصورة الثانية للركن المعنوي للجريمة، ودائما الخطأ ممكن أن يكون في القتل والإيذاء غير المقصودين بشكل عام. طبعا تجدر الإشارة إلى أن جريمتي القتل والإيذاء غير المقصودين تتفقان في جميع الأركان ولا تختلفان إلا في جسامة النتيجة الجرمية الضارة. فكيف يكون الخطأ؟ أو ما هي أركان جريمتي القتل والإيذاء غير المقصودين، يعني المبنيتين على الخطأ؟ طبعا أركان هذه الجرائم دائما هي الركن المعنوي والركن المادي. هنا الركن المعنوي يتمثل في الخطأ وليس في القصد الجرمي، والركن المادي يتمثل بالنتيجة الجرمية، لأن الخطأ هو الذي بني عليه الفعل، فيتمثل في النتيجة الجرمية والعلاقة السببية. لذلك يمكننا أن نقول أن أركان جريمتي القتل والإيذاء غير المقصودين هما الخطأ، النتيجة الجرمية، علاقة السببية. فما هو الخطأ؟ طبعا قانون العقوبات السوري على سبيل المثال لم يعرف الخطأ، وإنما اكتفى بتعداد صوره واكتفى بتحديد الجريمة غير المقصودة، حيث نصت المادة 150 على أنه تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها. ومن خلال تحديد القانون للجريمة غير المقصودة طبقا للمادة 190 نستطيع تعريف الخطأ بأنه عدم توقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقع هذه النتيجة، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها. هذا هو تعريف الخطأ. طبعا صور الخطأ، ما هي صور الخطأ؟ المشرع حدد 3 صور للخطأ. الأولى هي الإهمال، الثانية هي قلة الاحتراز، الثالثة هي عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. الإهمال وقلة الاحتراز يعتبران من صور الخطأ العام، أي الخطأ المتولد أو الناشئ عن مخالفة التزامات الحيطة التي تنبع من الخبرة الإنسانية، سواء أكانت هذه الخبرة عامة أو فنية. أما عدم مراعاة الشرائع والأنظمة فيعتبر خطأ خاص يجد أساسه في مخالفة النصوص القانونية والتنظيمية. نبدأ بالإهمال. الإهمال طبعا هو امتناع الجاني عن اتخاذ احتياطات كفيلة بعدم وقوع النتيجة غير المشروعة.
المتمثلة في وفاة شخص أو إيذائه، إذ لو تم اتخاذ هذه الاحتياطات لما تحققت تلك النتيجة. من أمثلة الإهمال أن يحفر صاحب منزل حفرة في الطريق العام أمام منزله ولا يضع مصباحا عليها ليلا، فيترتب على ذلك وقوع شخص فيها فيموت أو يصاب بأذى. أمثلة الإهمال أيضا عدم انتباه مالك الحيوان إلى حيوانه العقور فينقض على شخص ويقتله أو يصيبه بأذى. كذلك يتوفر الإهمال بحق من يقوم بهدم بناء يملكه ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة، فيترتب على تهدم البناء سقوط الجدار على المارة فيقتل أحدهم أو بعضهم أو يصيب آخرين بأذى. هذا هو الإهمال. أما قلة الاحتراز، ما هي قلة الاحتراز؟ إذا كان الإهمال هو الامتناع عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع نتيجة غير مشروعة، فإن عدم الاحتراز أو قلة الاحتراز هو عبارة عن نشاط إيجابي يدل على عدم الحذر وعدم تدبر العواقب، يقدم بموجبه الشخص على اتيان عمل كان من الواجب عليه أن يمتنع عنه. من أمثلة قلة الاحتراز أن يعطي الوالد ولده الصغير بندقية لكي يصطاد بها فيقتل شخص أو يصيبه بأذى، أو أن يعبث شخص بسلاح ناري في يده أمام مجموعة من الناس فيصيب أحدهم، شخص يقود سيارة بسرعة كبيرة في شارع مزدحم فيقتل شخص أو يصيبه بأذى. هذه أمثلة. طبعا الحالة الثالثة أن عدم مراعاة الشرائع أو القوانين والأنظمة، ويتحقق الخطأ بموجب هذه الصورة من صور الخطأ بمخالفة قواعد تتمتع بقوة إلزامية قانونية، ولا فرق أن تكون هذه القواعد تشريعية أو تنظيمية صادرة من السلطة التنفيذية. فإذا نجم عن مخالفة هذه القواعد وفاة شخص أو إصابته بأذى فإنه يكون مسؤولاً عن تلك النتيجة. فمن يعطي سيارته لشخص يعلم أنه لا يحمل رخصة قيادة السيارة فيصدم أحد المارة فيقتله أو يصيبه بأذى، فلا شك أن صاحب السيارة يكون مسؤولاً عن النتيجة الجرمية، بالإضافة إلى مسؤولية قائد السيارة نفسه. تتقرر مسؤولية صاحب السيارة على أساس مخالفة أنظمة السير. الآن الخطأ، بعد أن بحثنا عناصره الثلاثة أو صوره الثلاثة، هذا الخطأ كيف يكون بغير توقع وكيف يكون مع التوقع؟ يعني كيف يمكن عدم توقع الخطأ أو توقع الخطأ، وما هو الفرق بين هاتين الحالتين؟ طبعا بعد أن عدد المشرع صور الخطأ في المادة 550، وهي صور الخطأ كما قلنا الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الشرائع والقوانين والأنظمة، عاد وفرق بين نوعين من الخطأ: خطأ بدون توقع وخطأ مع التوقع. يكون الخطأ بدون توقع إذا لم يتدبر ويتوقع الجاني ويحسب حساب العواقب، ما توقع النتائج ولا حسب حساب العواقب والنتائج التي يمكن أن تنجم عن فعله، وكان في استطاعته أو في وسعه أن يتدبرها ويتوقعها، أو كان يجب عليه أن يتوقعها، فإذا توقعها سيتخذ الاحتياطات الكفيلة بتجنب حدوث مثل تلك النتائج. فمن يلقي حجر بالنافذة قبل أن يتأكد من خلو الطريق من المارة فيصيب شخصا فيقتله أو يصيبه بأذى، من يحفر حفرة في الطريق العام أمام منزله ولا يضع مصباح أو أي علامة أخرى لتنبيه المارة فيترتب على ذلك سقوط أحد المارة فيها فيموت أو يصاب بأذى. في هذين المثالين يكون الجاني مسؤولا عن جريمة قتل أو إيذاء
غير مقصود، فهو لم يتوقع نتيجة فعله، وكان باستطاعته أو كان من واجبه أن يتوقع هذه النتيجة، فيعمل على اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لتجنب حدوثها. طبعا يكون الخطأ مع التوقع إذا أدرك الشخص خطورة الفعل الذي ارتكبه وتوقع بالتالي نتيجته، لكنه لم يكن راغبا في حدوث النتيجة، معتقدا أنه قادر على تجنبها. مثال، يعني شخص يقود سيارة بسرعة كبيرة في الشارع المزدحم، فيتوقع أنه قد يصطدم بشخص فيقتله أو يصيبه بأذى، ويحصل ذلك فعلا، لكنه بالرغم من توقعه لتلك النتيجة فإنه كان يعتقد أن مهارته في القيادة يستطيع أن يتجنب حدوث هذا الحادث. فلا شك أن الجاني يكون مسؤولا عن قتل أو إيذاء غير مقصود، وذلك على أساس توافر الخطأ مع التوقع. طبعا تجدر الإشارة إلى أن الخطأ مع التوقع يعتبر أقصى درجات الخطأ وأكثرها جسامة، ويكاد أن يقترب من القصد الاحتمالي، لكنه يختلف عنه في أن الخطأ الواعي يكون فيه الجاني قد توقع النتيجة التي يمكن أن تنجم عن فعله، ولكنه لم يكن يرغب بها ولم يكن يريد تحقيقها. أما القصد الاحتمالي فيكون الجاني قد توقع النتيجة التي يمكن أن تنجم عن فعله وقبل بهذه النتيجة أو أراد حدوثها. طبعا الخطأ هو على درجات وليس على درجة واحدة، لذلك سنبحث في درجة الخطأ، حيث احتدم الخلاف في الفقه حول درجة جسامة الخطأ في نطاق الجرائم غير المقصودة. فهل يشترط أن يكون الخطأ على درجة معينة من الجسامة لكي تتوافر المسؤولية الجزائية، أم أن كل خطأ حتى ولو كان يسيرا يستوجب تلك المسؤولية، وذلك على غرار ما هو سائد في نطاق القانون المدني الذي يقضي بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. كل خطأ سبب للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، هذا في المادة 222 من القانون المدني السوري. أما نحن فإننا نبحث في مجال قانون العقوبات وليس القانون المدني. فلذلك هل يستقل الخطأ في قانون العقوبات عن الخطأ في القانون المدني، بحيث يشترط في الأول أن يكون جسيما، أم يتحد الخطأان بحيث يمكن القول بأن أي خطأ يحرك المسؤولية المدنية يحرك في الوقت ذاته المسؤولية الجزائية؟ طبعا من خلال هذه المساءلة أو هذه الأسئلة التي نطرحها نجد أن هناك رأيين في الفقه، الأول يقول باستقلال الخطأين والثاني يقول باتحاد الخطأين. فالرأي الأول القائل باستقلال الخطأين ذهب إلى أن الخطأ في نطاق قانون العقوبات يجب أن يكون على قدر معين من الجسامة والخطورة، فإذا كان الخطأ اليسير كافيا لقيام المسؤولية المدنية فإن هذا الخطأ غير كافي لقيام المسؤولية الجزائية. علت ذلك أن القانون المدني يعتمد على فكرة التعويض، وقانون العقوبات يعتمد على فكرة العقاب، ومن دون شك فإن الغاية من التعويض تختلف عن الغاية من العقاب. فالتعويض يستهدف إصلاح الضرر، وما دام الجاني قد أصاب الغير من جراء خطئه بضرر فإن خطأه مهما كان يسيرا كافي لإثارة مسؤوليته بالتعويض، في حين أن الغاية من العقاب هي حماية المصلحة الاجتماعية من خلال التخويف والردع، ولا يجوز اللجوء إلى العقاب إلا في حالة قصور الجزاء المدني، وبالتالي لا بد أن يكون الخطأ الذي يولد العقاب أشد جسامة وخطورة من الخطأ المدني.
أما الرأي الثاني القائل باتحاد الخطأين فهو على النقيض من الرأي الأول، يذهب إلى القول بحق باتحاد أو بوحدة الخطأين الجزائي والمدني. يقول وحدة الخطأين الجزائي والمدني، فأي خطأ يولد المسؤولية المدنية يولد في الوقت نفسه المسؤولية الجزائية، حتى لو كان هذا الخطأ يسيرا. فالقانون أورد صور الخطأ وهي الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الشرائع والأنظمة. هذه الصور لم تشترط أن يكون الخطأ على قدر من الخطورة والجسامة، فصور الخطأ هذه تتسع لتشمل كل خطأ سواء كان جسيم أو يسير. فقانون العقوبات لا يهتم بدرجة خطأ، إنما يهتم بحصول النتيجة الجرمية، يرى فيها الجسامة ما يساعد على تجريمها. طبعا هذا الرأي هو الرأي الراجح لدى الفقهاء والقضاة. يترتب على تبني مبدأ وحدة الخطأين الجزائي والمدني نتيجة غاية في الأهمية، وهي أن براءة المدعي عليه في الدعوى العامة بسبب عدم توافر الخطأ بحقه يستلزم حتما عدم قبول الدعوى المبنية على الخطأ نفسه. فإذا أخذ براءة لا يجوز أن يرفع عليه الدعوى بالتعويض أمام القضاء المدني، ذلك استنادا إلى أن الخطأ المدني لا يختلف في شيء من حيث الجسامة عن الخطأ الجزائي. وما دام القضاء الجزائي قد قرر عدم توافر الخطأ فلا يجوز الحكم لا بالعقوبة ولا بالتعويض. هل هناك معيار للخطأ؟ أو بلغة أخرى، ما هو المعيار الذي يقاس به الخطأ؟ طبعا للخطأ صور ثلاث، هي الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الشرائع والأنظمة. طبعا نحن قلنا ذلك، وقلنا أيضا أن الرأي الراجح لدى الفقهاء والقضاة يأخذ بوحدة الخطأين الجزائي والمدني، ولكن ما هو الضابط أو المعيار الذي يقدر به وجود الخطأ في الصور الثلاث التي نص عليها القانون؟ لا شك أن الضابط الذي يقدر به وجود الخطأ كقاعدة هو ضابط موضوعي يتمثل في سلوك شخص عادي أو متوسط في الحيطة والحذر. يعني نحن نأخذ شخص إنسان هو الشخص العادي أو المتوسط، يعني لا نشترط الشخص الذكي أو الشخص الذي يبقى حذرا، ولا نقصد الشخص المهمل الذي يبقى مهملا، بل نأخذ الشخص المتوسط ونعتبره نموذجا ونقيس عليه. فإذا كان المدعي عليه قد التزم في أثناء مباشرته لنشاطه ما يلتزم به الشخص المعتاد أو المتوسط في الحيطة والحذر، فإن الخطأ لا يتوافر بحقه. أما إذا نزل المتهم في سلوكه عما يبذله الشخص المتوسط في الحيطة والحذر فإن الخطأ يتوافر بحقه. بعبارة أخرى، إذا كان الشخص المعتاد والمتوسط لا يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الجاني فإن الخطأ يتوافر بحق هذا الأخير. أما إذا كان الشخص المعتاد والمتوسط يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الجاني فإن الخطأ لا يتوافر بحق الجاني. على الرغم من أن الضابط أو المعيار الذي يقاس فيه الخطأ هو معيار موضوعي يتمثل في الشخص المعتاد المتوسط، إلا أن هذا الضابط لا يؤخذ به على إطلاقه، فسلوك الشخص المعتاد لا يؤخذ مجرداً عن الظروف الخارجية التي تحيط به، بل لا بد أن تؤخذ هذه الظروف بعين الاعتبار، بحيث يصبح المعيار هو سلوك الرجل المعتاد والمتوسط في الحيطة والحذر. سلوك الرجل المعتاد المتوسط في الحيطة والحذر إذا وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها المتهم حينما صدر عنه التصرف
ويخفض بالظروف الخارجية، ظروف الزمان والمكان والملابسات الأخرى التي يمكن أن تحيط بالتصرف. فإذا كان المتهم قد التزم واجبات الحيطة والحذر التي يلتزم بها الشخص المعتاد والمتوسط في هذه الظروف، فإن الخطأ لا يقوم بحقه. أما إذا لم يلتزم بواجبات الحيطة والحذر التي يلتزم بها الشخص المعتاد والمتوسط في هذه الظروف، فإن الخطأ يقوم بحقه. وإذا كان المعيار الذي اعتمدناه لقياس الخطأ هو معيار الرجل المعتاد أو المتوسط، إذا وجد في نفس الظروف التي وجد فيه الفاعل، إلا أن الشخص المعتاد أو المتوسط هذا ليس شخصاً من عامة الناس، بل هو الشخص المعتاد أو المتوسط الذي يعمل عملاً مطابقاً لعمل الجاني أو الفاعل. أمثلة: إذا نجم الموت أو النزاع عن حادث سير، فإن المعيار في هذا الصدد هو معيار السائق المعتاد والمتوسط الذي يوجد في نفس الظروف التي وجد فيها السائق الذي حصل معه الحادث. وإذا نجم الموت أو النزاع عن خطأ في تركيب الدواء من صيدلة، فإن المعيار الذي يقاس به خطأ الصيدلة هو معيار الصيدلي المعتاد والمتوسط إذا وجد في نفس ظروف الصيدلي الذي تسبب في الموت أو الإزاء. طبعاً إذا كان الموت والإزاء ناجم عن عمل طبي، فإن عمل الطبيب يقاس بسلوك الطبيب المعتاد والمتوسط إذا وجد في نفس الظروف التي وجد فيها الطبيب المعالج الذي أجرى الجراحة. الأمر نفسه يقاس بالنسبة إلى المهندس في البناء والفلاح في الفلاحة والعامل في العمل وهكذا. طبعاً شخصية الخطأ الجزائي واستبعاد الخطأ المفترض، ماذا يقصد بذلك؟ على الرغم من وحدة الخطأ في كل من القانون الجزائي والقانون المدني، إلا أن المسؤولية التي تقوم على الخطأ مختلفة في كلا القانونين. فإذا كانت المسؤولية المدنية تقوم على أساس الخطأ المفترض، كذلك المسؤولية عن فعل الغير أو الحيوان أو الشيء، فإن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا على أساس الخطأ الشخصي. فلا يسأل الشخص جزائياً عن النتيجة الجرمية التي أحدثها فعل الغير، حتى لو كان مكلفاً بالإشراف على هذا الغير. لكن الشخص يسأل جزائياً عن فعل الغير في حالة واحدة، وهي توافر الخطأ بحقه شخصياً. فمالك البناء لا يسأل جزائياً في حالة سقوط البناء نتيجة لتصدعه وقتل أحد المارة أو إصابته بأذى، إلا إذا ثبت الخطأ في حق المالك. أيضاً مالك الحيوان ليس جزائياً عما يلحقه الحيوان بالغير من نتائج جرمية، إلا إذا ثبت أنه قد أهمل في المحافظة عليه. وإذا قاد الابن القاصر سيارة والده من دون علمه فأصاب أحد المارة، فإن الأب لا يسأل جزائياً إلا إذا ثبت أنه أهمل في المحافظة على السيارة ومراقبة الولد. طبعاً إذا كان القانون المدني يقر فكرة الخطأ المفترض، وإذا كان القانون الجزائي لا يعترف إلا بالخطأ الشخصي، فإنه يترتب على ذلك أنه عندما يفترض الخطأ المدني يمكن أن يحكم بتبرئة المتهم الجزائي، وفي نفس الوقت يحكم عليه بالتعويض، ولا يكون في هذه الحالة ثمة تناقض بين الحكمين، لأنه في الحالات التي يفترض فيها من قبل القانون المدني ثبوت الخطأ، قد ينتفي الخطأ الشخصي الذي يعتبر أساس المسؤولية الجزائية. ولكن في حالة انتفاء الخطأ الشخصي اللازم لقيام المسؤولية الجزائية ووجود الخطأ المفترض اللازم لقيام المسؤولية المدنية، في هذه الحالة لا ينظر القضاء الجزائي في دعوى التعويض، لأن القضاء الجزائي لا يختص إلا بنظر الدعوى المدنية المتفرعة عن الجريمة حصراً. هاي بالنسبة للخطأ، احنا قلنا بالأركان الجريمة غير المقصودة. الخطأ بعدين عندنا النتيجة الجرمية، لا يكفي لقيام جريمة القتل والإزاء غير المقصودين أن يكون ثمة خطأ توافر بحق الفاعل، بل لا بد من أن تتحقق نتيجة جرمية معينة تتمثل في موت المجني عليه أو إصابته بإزاء. فإذا لم تتوافر النتيجة الجرمية
على هذا النحو فلا سبيل لتطبيق هاتين المادتين ولو توافر الخطأ بحق الشخص. إذا تحققت النتيجة الجرمية الضارة وهي الموت أو الإيذاء، فيستوي بعد ذلك أن تكون وسيلة النشاط الخاطئ سيارة أو عصا أو سلاح ناري أو سكين أو مادة سامة. فكل وسائل النشاط الخاطئ سواء لدى القانون ما دام قد توافر الخطأ الشخصي وتحقق الموت أو الإيذاء. هذا بالنسبة للنتيجة. أما العلاقة السببية، طبعا لا يكفي لقيام جريمة القتل والإيذاء غير المقصودين أن يتوافر النشاط الخاطئ وأن يترتب على هذا النشاط نتيجة هي وفاة الشخص أو إصابته بأذى، بل لا بد من توافر علاقة سببية بين النشاط والنتيجة الجرمية، بحيث يمكن القول بأنه لولا هذا النشاط لما تحققت الوفاة أو لما تحقق الإيذاء. وبحث العلاقة السببية لا يثير أي مشكلة إذا كان نشاط الجاني الخاطئ هو الذي أدى بمفرده، أي كان السبب الوحيد إلى حدوث النتيجة الجرمية. فالجاني يسأل من دون شك عن النتيجة المتحققة بنشاطه الخاطئ، ولكن المشكلة تظهر إذا انضم إلى نشاط الجاني الخاطئ أو أنشطة أخرى أسهمت معه في حدوث الوفاة أو الإيذاء. فهل هذه العوامل تقطع الصلة السببية بين النشاط الجاني والنتيجة الجرمية بحيث تنتفي المسؤولية عن تلك النتيجة، أم أن الجاني يبقى مسؤولا عن النتيجة بالرغم من تدخل تلك العوامل؟ طبعا لا شك أن قانون العقوبات السوري كان واضحا في حل مشكلة اجتماع الأسباب، حيث نص في المادة 203 على أن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة والنتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى وسابقة ومقارنة أو لاحقة، سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله. ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية، ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه. بالتالي إذا ترتب على نشاط الجاني الخاطئ إصابة شخص بإيذاء في وجهه فنقل إلى المستشفى حيث أخطأ الطبيب في علاجه خطأ بسيطا ترتب على ذلك وفاته، فالجاني طبقا لقانون العقوبات السوري يسأل عن قتل غير مقصود، كذلك الطبيب، لأن الصلة السببية بين نشاط الجاني الخاطئ والنتيجة لا ينفيها اجتماع أسباب سابقة أو مقارنة أو لاحقة، ولكن إذا كان الخطأ الذي وقع فيه الطبيب المعالج جسيما فإن الصلة السببية في هذه الحالة تنقطع، لأن السبب اللاحق هو خطأ الطبيب مستقل وكاف بحد ذاته لإحداث النتيجة الجرمية، ولا يكون الشخص الذي أحدث الإصابة الأولى عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه وهو الإيذاء غير المقصود. طيب، تعدد الأخطاء المؤدية إلى الوفاة أو الإيذاء. حدثت عدة أخطاء تحققت النتيجة الوفاة أو الإيذاء. يعني هناك أكثر من نشاط خاطئ والنتيجة واحدة، وهذه الأنشطة من شخصين مختلفين، فلا شك أن الاثنين يعتبران فاعلين لجريمة قتل أو إيذاء غير مقصودين، ولا غرابة في ذلك، إذ يمكن أن تكون النتيجة مترتبة على خطأين من شخصين، ولا يمكن القول بأن خطأ أحدهما ينفي مسؤولية الآخر، فكل من يسهم بنشاطه الخاطئ في نتيجة جرمية يكون مسؤولاً عن تلك النتيجة. وتطبيقاً لذلك قضي بأنه من يسلم سيارة إلى شخص لا يحمل إجازة السوق يكون مسؤولاً جزائياً مع الفاعل الأصلي عن الجريمة الواقعة منه. وقضي أيضا بأن تغاضي سائق السيارة عن سوقها من قبل ابن صاحبها وهو يعلم أنه غير مرخص في القيادة يوجب مسؤوليته إذا نجم عن ذلك وفاة شخص أو إيذائه. ننتقل إلى حالة أخرى هي حالة خطأ المجني عليه. طبعا لا تتأثر مسؤولية الجاني
ويبقى مسؤولا عن الوفاء لذا إذا كان المجني عليه قد أسهم بخطئه في حصول النتيجة بالإضافة إلى خطأ الجاني. ولكن إذا كانت الوفاء لذا ناجمة عن خطأ المجني عليه بمفرده فلا تتوافر المسؤولية في هذه الحالة بحق أحد، ويعتبر الحادث حاصلا قضاء وقدرا. طبعا نحن تحدثنا بأن الخطأ لا يمكن أن يحدث إلا بجريمتي القتل والإيذاء حصرا، يعني جرائم السرقة لا يمكن تصور وجود خطأ في جريمة سرقة، لأن الجريمة تبقى جريمة. يعني قد يكون أخطأ في سرقة مال شخص بدل مال شخص آخر، يعني القصد الجرمي منصب إلى النتيجة. فلذلك الخطأ دائما محصور في جرائم القتل والإيذاء، يعني في الجرائم على الأشخاص. أما الجرائم على الأموال، جرائم التزوير غيرها، لا يمكن تصور ذلك. طبعا هناك مشكلات في القصد ومشكلات في الخطأ. بعد أن بحثنا الخطأ هناك مشكلات. ما هي مشكلات القصد وما هي مشكلات الخطأ؟ يعني مشكلات عملية. حكم الغلط في شخص المجني عليه أو في شخصيته. حكم الغلط في شخص المجني عليه أو في شخصيته، يعني القتل المقصود كنموذج الجرائم المقصودة. طبعا متى توافر القصد الجرمي بعنصريه؟ طبقا للتحديد السابق توافرت جريمة القتل المقصود. طبعا عناصر القصد هي العلم والإرادة، ولا يؤثر على القصد أن يقع الجاني في غلط في شخصية المجني عليه. ويتحقق هذا الغلط إذا كان الجاني يريد قتل شخص معين فيقتل شخصا آخر معتقدا أنه الشخص المقصود بالقتل. لا شك أن الغلط في شخصية المجني عليه لا ينفي القصد الجرمي، ويبقى الجاني مسؤولا عن جريمة قتل المقصود، لأن المشرع يحمي الحق في الحياة بشكل مجرد. فكل إنسان حي جدير بحماية القانون، إذ لا يشترط أن تتحقق النتيجة في شخص معين، بل يكتفي القانون بتحقيقها بشكل مجرد أيا كان شخص المجني عليه. كذلك المادة 205 من قانون العقوبات السوري تنص على أنه إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد قتله. طبعا حكم الخطأ في توجيه الفعل أو الحيدة عن الهدف، يعني أيضا نتابع ضمن نفس النموذج هو القتل المقصود. فإذا توافر قصد القتل بعنصره العلم والإرادة تحققت جريمة القتل. لا يؤثر على توافره إذا أخطأ الجاني في توجيه الفعل، ويتحقق الخطأ في توجيه الفعل أو الخطأ في التنفيذ أو الحيدة عن الهدف إذا كان الجاني يريد قتل شخص فقتل شخصا آخر كان يقف بجوار الشخص المقصود بالقتل. ففي هذه الحالة نرى أن الجاني يسأل عن جريمة قتل المقصود بحق الشخص الذي قتل، وشروع في القتل بحق الشخص المقصود بالقتل وأخطأه الفاعل، ونكون بالتالي أمام تعدد معنوي بين جريمتي القتل والشروع فيه. فنوقع على الجاني عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة 180 من قانون العقوبات، ولا نكون في هذه الحالة أمام ارتباط القتل بجناية الموجب لتجديد العقوبة طبقا للمادة 535 من قانون العقوبات، لأن الجنايتين وقعتا بفعل واحد. نحن نطبق جريمة القتل لإخفاء الجناية أو تسهيلها أو ارتباط بها في حال تلازم في الجريمة. أما يعني إن وجدني جريمتين، راح يسرق طلع شخص قتله، فهون القتل كان لإخفاء جناي. أما في هذه الحالة فالوضع يختلف، لأنه في هذه الحالة نحن لسنا أمام ارتباط القتل بالجناي الموجب للتجديد، و
إنما الجنايتين وقعتا بفعل واحد وليس بفعلين، ولا يوجد استقلال بينهما، ولأن الارتباط الموجب للتجديد يقتضي أن يكون القتل هو الوسيلة والجناية هي الغاية، وهذا الارتباط غير موجود. أما قانون العقوبات السوري فقد حسم مشكلة الخطأ في توجيه الفعل بنص المادة 205 التي قضت بأنه إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل، كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد، وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة. هناك نتائج تتجاوز القصد، أو النتائج متجاوزة القصد. هنا مشكلة بين القصد والخطأ، حيث أنه في بعض الأحيان يتجه قصد الجاني إلى تحقيق نتيجة معينة، فيترتب على فعله نتيجة أخرى غير مقصودة، حيث يقرر المشرع تحميل الجاني عبء تلك النتيجة ولو لم يقبلها، بل وإن لم يتوقعها، ويطلق على هذه الحالات النتائج المتجاوزة للقصد أو ما وراء القصد. أمثلة على هذه الحالات ما نصت عليه المادة 305 من قانون العقوبات التي عاقبت على العمل الإرهابي بالأشغال الشاقة من 15 سنة إلى 20 سنة في حالات، وإذا نتج عن الفعل الإرهابي تخريب ولو جزئي في بناية عامة أو مؤسسة صناعية، أو إذا أفضى الفعل إلى موت شخص يقضى بالإعدام. ومن أمثلة النتائج المتجاوزة للقصد أيضا ما نصت عليه المادة 577 التي عاقبت على كل حريق أو محاولة حريق بالحبس والغرامة، وإذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عقب المجرم بالإعدام. من أمثلة ذلك أيضا الضرب المفضي إلى الموت، المادة 536. طبعا لا شك أن الجاني يكون مسؤولا عن النتيجة المتحققة ويعاقب بالعقوبة المقررة في نص القانون، لكن الفقه اختلف حول أساس مسؤولية الجاني أو في تكييف ما وراء القصد أو تحديد طبيعته، فالبعض يرى أنه مزيج من القصد والإهمال، فهو قصد بالنسبة إلى الجريمة الأولى وإهمال بالنسبة إلى النتيجة التي تجاوزت قصده. البعض الآخر يرى أن ما وراء القصد هو نوع من المسؤولية الموضوعية التي تخترق العنصر النفسي بين الجاني والواقعة التي تجاوزت قصده. هناك من يرى بحق أن ما وراء القصد هو نوع من تحمل التبعة في قانون العقوبات، فمن يرتكب جرما مقصودا يجب أن يتحمل تبعاته ونتائجه الضارة أو الخطرة حتى لو كانت أشد مما اتجه إليه قصده. طبعا عندنا حالة وقت لزوم توافر القصد، طبعا أيضا نضع القتل هو النموذج، حيث تقضي القواعد العامة أن القصد يجب أن يكون متوافرا وقت اتيان النشاط الإجرامي، وأن يستمر إلى وقت تحقق النتيجة، ولا صعوبة في هذه الحالة، فالجاني يكون مسؤولا عن جريمة قتل مقصود بدون أدنى شك، ولا صعوبة أيضا إذا توافر القصد وقت ارتكاب النشاط ولكن تخلف وقت حدوث النتيجة. فإذا أطلق شخص عيار ناري على آخر قاصدا قتله لكنه ندم على فعله وحاول إنقاذه فلم يتمكن من ذلك فمات المجني عليه، ففي هذه الحالة يسأل الجاني عن جريمة قتل مقصود، لأنه يكفي لكي يسأل عن هذه الجريمة أن يتوافر قصده وقت ارتكاب الفعل. طبعا اختلف الفقهاء في هذه الحالة، يعني البعض قال أن القصد لا يتوافر، البعض قال يتوافر، طبعا لأن النتيجة تحققت، وهذا يعتبر موجود لأن الدافع لا عبرة له في هذه الحالة، لكن يمكن للقاضي أن يأخذ الدافع بعين الاعتبار عند تقديره العقوبة.
طبعا لان الدافع طبقا للماده 191 من قانون العقوبات هو العله التي تحمل الفاعل على الفعل او الغايه القصوى التي توخاها. الدافع لا يعد من عناصر القصد في جريمه القتل، ومن ثم يتوجب العقاب ولو لم ينكشف الدافع الذي دفع الجاني الى ارتكاب جريمته. بالتالي لا يعيب الحكم القضائي ان يسكت عن بيان الدافع الى ارتكاب الجريمه او يخطئ فيه، اذ هو لا يدخل في واقعة القتل كما حددها القانون. قلنا يمكن للقاضي أن يأخذ الدافع بعين الاعتبار عن تقدير العقوبة، فإذا كان الدافع شريف أمكن تخفيف العقوبة، إذا كان الدافع شائن أمكن رفع العقوبة وتجديدها أو إضافة عقوبة جديدة إلى العقوبة الأصلية، تحدثنا عن ذلك من قبل. الآن كيف يكون إثبات القصد ونبقى ضمن جرائم القتل، حيث إن قصد القتل مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع، لأن القصد أمر داخلي لا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عنه وتظهره، ومن المظاهر الخارجية التي يمكن استظهار قصد القتل من خلالها استعمال وسيلة أو أداة قاتلة بطبيعتها أو توجيه الإصابة في موضع قاتل. والعبرة ليست بهذه المظاهر وإنما بما تدل عليه في كل حالة فردية ووفقا لظروف كل حالة، فليس كل من يستعمل أداة قاتلة بطبيعتها يتوافر لديه قصد القتل، فمن يستعمل سلاح ناري بقصد الإرهاب لفض مشاجرة فيصيب شخص ويموت ينتفي لديه قصد القتل، بالرغم من أن الأداة قاتلة بطبيعتها، كما أن الإصابة في موضع قاتل في جسم المجني عليه لا تعني بالضرورة أن الجاني قد توافر لديه قصد إحداث الوفاة، قد يكون قاصدا الإيذاء. بالمقابل ليس كل من يستخدم أداة غير قاتلة بطبيعتها كالعصا الرفيعة ينتفي لديه قصد القتل، كما لا يشترط أن تكون الإصابات في موضع قاتل حتى يتوافر ذلك القصد، فالقصد قد يكون متوافرا ولو كانت الإصابة في موضع غير خطير من جسم المجني عليه، والأمر في مجمله متروك لقاضي الموضوع يفصل فيه وفقا لظروف كل حالة ولا رقابة لمحكمة النقض عليه، اللهم إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة الأسباب التي بينها القاضي في حكمه على توافر نية القتل، بأن كانت المقدمات التي عول عليها في إثبات توافر القصد لا تؤدي عقلا إلى ثبوته، أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة من وقائع الدعوة أو ظروفها فيها من الشطط والمجافاة لتلك الوقائع. في هذه الحالة أفضل ما يقال هو ما جاء في خطبة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: العمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا أو الحجر ففيه 100 بعير. هنا ميز وحدد وسائل القتل، والوسائل التي لا تعد للقتل تعتبر جرائم يكتفى فيها بالتعويض، هكذا جاء في خطبة الوداع. طبعا نحن بذلك نكون قد بحثنا موضوع الخطأ باعتباره الصورة الثانية من صور الركن المعنوي، ونقول إلى اللقاء في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.